الرئيس السيسي يتابع جهود تفعيل المشروع القومي للإنتاج الزراعي مستقبل مصر. انطلاق التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024 بالداخل. الداخلية تنهي استعداداتها لتأمين الانتخابات الرئاسية 2024. اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر واللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وأيضاً العقيد الدكتور بهاء الغنام المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة. يأتي هذا الاجتماع في إطار متابعة جهود تفعيل المشروع القومي للإنتاج الزراعي مستقبل مصر والدور الذي يقوم به في تطوير المنظومة الزراعية ودعم منظومة التحول الرقمي في قطاع الزراعة وإنتاج التقاوي المعتمدة للمحاصيل الاستراتيجية وإنتاج المحاصيل الموجهة للتصدير وأنشطة الزراعة المحمية والإنتاج الحيواني وغيرها. هذا وركز الاجتماع في هذا الإطار على كيفية تطوير البنية التحتية المطلوبة لنجاح المشروع وبالأخص الطاقة الكهربائية، وذلك بالتعاون والتنسيق بين الأجهزة الوطنية المعنية. وقد وجه الرئيس السيسي بمواصلة الجهود المكثفة لاستكمال الأهداف الاستراتيجية للمشروع بما ينعكس على خطة الدولة في التوسع الزراعي وحماية الأمن الغذائي للشعب المصري، وأيضاً زيادة الصادرات الزراعية، وذلك في إطار الخطة التنموية الشاملة لمصر. انطلقت صباح اليوم في تمام الساعة 9 صباحاً عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك بعد انتهاء فترة الصمت الانتخابي وتوقف الدعاية الانتخابية للمرشحين للانتخابات الرئاسية. واستقبلت لجان الاقتراع على مستوى جميع محافظات الجمهورية الناخبين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، والتي تجري تحت إشراف قضائي كامل وتستمر على مدى 3 أيام متتالية. وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات عدد لجان الاقتراع الفرعية التي سيدلى أمامها المواطنون بأصواتهم، والتي يبلغ عددها 11,631 لجنة بداخل 9,376 مركزا انتخابية ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية. هذا ويتولى 15,000 قاد من مختلف الجهات والهيئات القضائية الإشراف على الانتخابات الرئاسية داخل البلاد. أعلنت وزارة الصحة والسكان تمركز 46 عيادة طبية داخل اللجان الانتخابية ب 13 محافظة و 17 عيادة طبية متنقلة في 15 محافظة على مستوى الجمهورية خلال أيام 10 و 11 و 12 من ديسمبر الجاري، وذلك ضمن خطة التأمين الطبي للانتخابات الرئاسية 2024. تابع وزير التنمية المحلية اللواء هشام أمنة سير العملية الانتخابية في انتخابات رئاسة الجمهورية 2024 مع السادة المحافظين، وذلك عبر مركز سيطرة الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام للوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة. وأجرى وزير التنمية المحلية عددا من الاتصالات مع السادة المحافظين للوقوف على الحالة العامة للجان والتعامل الفوري مع أي حالات طارئة وتذليل أي عقبات قد تعترض سير العملية الانتخابية للظهور بالشكل الحضري اللائق للمحافظات، وكذا تقديم كل التيسيرات والتسهيلات اللازمة للناخبين. وأشار السادة المحافظين خلال تواصلهم مع وزير التنمية المحلية إلى انتظام سير العملية الانتخابية وسط توافد وإقبال كثيف من الناخبين على اللجان من كافة الفئات العمرية، الشباب والمرأة وكبار السن. أنهت وزارة الداخلية استعداداتها الأمنية اللازمة لتنفيذ خطة تأمين سير الانتخابات الرئاسية لعام 2024. المزيد في التقرير التالي. جاهزية واستنفار أمني بين صفوف أجهزة وقطاعات وزارة الداخلية وكافة مديريات الأمن استعدادا لتأمين ماراثون الانتخابات الرئاسية، حيث رفعت الوزارة استعداداتها إلى الدرجة القصوى لتنفيذ خطط التأمين الموضوعة والتي تسهم في بسط الأمن والنظام وتوفير أقصى درجات الأمان للمترددين على لجان الاقتراع خلال الثلاثة أيام المحددة لإدلاء أصواتهم على مستوى الجمهورية.
القوات المكلفة بعمليات التأمين مزودة بكافة الإمكانيات اللوجستية والتقنية والمركبات الحديثة والعناصر المدربة لتتمكن من أداء المهام المكلة إليها بفعالية واحترافية، وبما يمكنها من التصدي لأي مخالفات أو خروج عن القانون. الخطة الأمنية التي وضعتها وزارة الداخلية تعتمد على الانتشار الأمني المكثف والفعال، والذي يراعي الأبعاد الأمنية بمحيط لجان الاقتراع بكل المحافظات وكافة الطرق والمحاور المؤدية إليها، بما يمكن الناخبين من الإدلاء بأصواتهم بكل سهولة ويسر، مع الالتزام بالأبعاد الإنسانية عند التعامل مع المواطنين. بالتزامن مع تأمين لجان الاقتراع، سيتم تسيير دوريات وأقوال أمنية على مدار الساعة بالشوارع والميادين والمحاور الرئيسية لمتابعة ورصد الحالة الأمنية والتعامل الفوري مع أي خروج عن القانون. خطة وزارة الداخلية تعتمد على وضع خدمات أمنية أمام المنشآت الهامة والحيوية، وكذا نشر الخدمات المرورية على كافة الطرق والمحاور لضمان انسيابية الحركة المرورية ومنع التكدسات، خاصة بمحيط اللجان العامة والفرعية. سيتم متابعة ورصد الحالة الأمنية من خلال غرفة العمليات الرئيسية بوزارة الداخلية، والتي تتواصل مع غرف العمليات الفرعية بمديريات الأمن والخدمات الأمنية المنتشرة بالشوارع والميادين لمراقبة الحالة الأمنية على مدار الساعة ورصد الوضع الميداني وتوجيه القوات إلى أماكن البلاغات. هذه التجهيزات الأمنية والاستعدادات من قبل وزارة الداخلية لضمان سير آمن لعملية الاقتراع دون الإخلال بالقانون والنظام، وتؤكد على استمرار نجاح الوزارة في تأمينها الاحترافي لكافة الفعاليات الوطنية. قام السيد محمود توفيق وزير الداخلية بمتابعة إجراءات تأمين سير العملية الانتخابية من داخل غرفة العمليات الرئيسية بوزارة الداخلية والمتصلة بغرف عمليات مديريات الأمن، حيث اطمأن على تنفيذ بنود الخطة الأمنية الموضوعة لتأمين فعاليات الانتخابات الرئاسية وتوفير الحماية والأمن للمواطنين المترددين على لجان الاقتراع للإدلاء بأصواتهم. وتواصل وزير الداخلية مع عدد من مدير الأمن على مستوى الجمهورية عبر تقنية الفيديو كونفرانس، ووجه بضرورة التواجد الميداني لكافة المستويات الإشرافية والمتابعة المستمرة للحالة الأمنية وتذليل كافة العقبات التي قد تواجه الناخبين، لا سيما كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، بما يسهم في تهيئة الأجواء المناسبة للإدلاء بأصواتهم والتعامل الفوري والحاسم مع كافة المواقف الطارئة. وأشاد وزير الداخلية بما لمسه من انضباط ودقة ومستوى متميز للقوات في تنفيذ الخطط والإجراءات التأمينية، مؤكدا على ضرورة الاستمرار في التنفيذ الدقيق لمراحل الخطط الأمنية ترسيخا لدعائم الأمن والاستقرار في ربوع الوطن، والتصدي الحاسم لأي محاولة تستهدف النيل من أمن الوطن ومقدراته واستحقاقاته.